ورح نبدأ صباحنا مع المساحة الطبية. ومن المعروف أنه بفصل الصيف تتعرض البشرة لكثير من المشاكل بسبب تعرضنا المستمر لأشعة الشمس. من هي المشاكل اللي ممكن تظهر أو نشوفها تصبغات، تجاعيد، ترهل، جفاف والعديد من المشاكل اللي ممكن نشوفها بسبب حساسية البشرة. فبيكون الشغل الشاغل لكل السيدات والصبايا وجود طريقة للحفاظ على نضارة وجمال ورونق البشرة من خلال عدة طرق علاجية طبية. من إحدى هي الطرق وأحدثها اليوم رح نتعرف على إبرة النضارة، يلي على الرغم من أنواع العديدة إلا أنه هدفها واحد ونتائجها مضمونة. لنتعرف أكثر تفاصيل عن هذا الموضوع بيسعدنا أنه يكون معنا لليوم الدكتور جهاد التل، طبيب جراحة تجميلية وترميمية. يسعد صباحك دكتور. صباح. أهلا وسهلا بحضرتك. صباح الخير ويسعد صباحك. دائما وقت بنقول نضارة وبشرة فهو اليوم موضوع مهم كان للشباب او الصبايا، واليوم بهذا التطور وهذا العلم اليوم صار في الحلول كثير وصار في خيارات كثير قدامنا يعني، ولكن دائما في نصائح طبيه بتخلينا نختار الشيء المناسب لنا. عم بحكي اليوم عن ابره النضاره وهي شيء شائع جدا، يعني بعض الاشخاص اتفق عليها والبعض الاطباء قال انه خليها تكون بمراحل متاخره من العمر. خلينا بدايه نعرف فيها بشكل علمي وطبي. تمام. هلا نحن بداية كثير من الناس بيهتموا بصحة بشرتهم وبيخافوا من تعرض من التغيرات اللي ممكن تطرأ على بشرتهم خلال مرور الزمن. هلا هي التغيرات هي بتعكس لنا تقريبا انه بيصير الجلد اقل مرونة واكثر جفافا. لهيك نحن بنلاحظ الفرق كثير كبير بين بشرة الاطفال وبشرة الناس المتقدمة بالسن. هلا هذا التغير منعزيل نقص السوائل الموجودة ضمن البشرة والحفاظ على مستويات سوائل معينة ضمن بشرتنا، فنحن يعني في عندي طريقين لحتى نحافظ على هاي المستويات. الطريق الداخلي اللي هو وجود مادة الهيرونيك أسيد، هي موجودة بشكل اعتيادي ضمن بشرتنا تماما، وأحد وظائف هاي المادة هي أنه بتجمع السوائل ضمن البشرة، فتعمل لك شدة بسيطة بالإضافة إلى مرونة وبشرة أكثر تألق ونضارة، بالإضافة إلى الطرق الخارجية اللي هي مثل تطبيق كريمات موضعية أو ممكن هي إبرة النضارة اللي هي موضوع حديثنا اليوم. هلأ من هون طلعت فكرة إبرة النضارة أني أنا لازم أحط مادة موجودة بجسمنا تجمع لي هاي السوائل لحتى تعطيني بشرة أكثر رونقا. يعني بالبدايات كانت، خلينا بس نحكي انه كيف بلشت فكره ابره النضاره. بالبدايه انه لقوا انه خلينا نحن نحط تركيز الهيرونيك اسيد بمادتها الخام اللي هي ماده سائله لزجه، كان بتركيز مخفف شوي، فوجدوا هن انه نحن هيدي النضاره عم تكون لفتره مؤقته يعني لا تتجاوز اكثر من 10 ايام. فطلع نحن عندنا كان احد الاشكال الثانيه من ماده الهيرونيك اسيد هي ماده جل بنسميها نون كروست لينكد، يلي هي عباره عن ماده متماسكه مع بعضها. يلي هي متعارفه عن الفيلرز. الفيلر يلي احنا بنحط فيلر لحتى نكبر اماكن معينه مثل الخدود مثل الشفاه. تمام. بالمعنى العام. هلا من هون كمان طلعت فكره جديده انه انا ما بدي احط ماده بكل الوجه عندي لحتى احصل هيدي النضاره. فاحدى الشركات عملت تركيز من الهيرونيك اسيد هو تركيز عالي جدا بالاضافه من نمط النون كروست لينكد اللي هي عباره عن هاي الماده ما لها متماسكه مع بعضها، يعني انا بحقن كميه معينه بتراكيز معينه بتراكيز كثير عاليه لحتى احصل ديموميه اطول. يعني انا بيصير عندي انا اذا عم بحقن مثلا ابره النضاره ديموميه اطول، بتصير عندي كل 6 شهور انا ما في داعي لحتى ارجع احقن كل 10 ايام مثل النمط الاول. تمام. فهون كمان قلل عندي نقاط الحقن، يعني انا بصير عندي فقط اني احقن 5 نقاط بالوجه هي كافيه لحتى هيدي الماده تمشي ضمن الخلايا وتتوزع بشكل طبيعي. تتمدد ضمن الوجه. تماماً. بشكل طبيعي. تماماً. تمام. بالاضافه عطت ديموميه اطول. يعني صار عندي انا تقريبا هيدي الماده ما عم تروح بسرعه، عم تضل عندي فتره اطول.
طيب دكتور، بعد ما تعرفنا من حضرتك عن مفهوم إبرة النضارة، خلينا نحكي عن الأنواع. بداية عندنا نحن أكثر من نوع بشرة اليوم، إلى طريقة حفاظ عليها، إلها خصوصية، كل وحدة إلها حساسية معينة. طيب بنفس الوقت نحن عندنا أنواع من هي إبرة النضارة، خلينا نوضح أنواع هي الإبر ونعرف كيف ممكن نختار الإبرة المناسبة لنوع بشرتنا. تماما. هلا صراحة إبرة النضارة بالجيل الحديث لها هي ما بتتدخل بنوع البشرة، يعني أنا فيني أحقنها لكل أنواع البشرة، تمام، ولكن ضمن يعني رتم معين. كيف نحن مثلا عندنا روتين اعتناء يومي ببشرتنا، خلينا نقول نحن عندنا روتين سنوي للاعتناء ببشرتنا، هي عن طريق إبرة النضارة. إذا عم نحكي نحن عن الفئة العمرية اللي لازم أنا أعطيها أو هي بحاجة لإبرة النضارة، صراحة هي تقريباً فوق 25 سنة 30 سنة، تعتبر من الضروري إنه نحن نلجأ لإبرة النضارة. الناس اللي أكثر فئة هن بيحسوا بفرق باستخدامهم لإبرة النضارة هن الناس المتقدمين بالسن، هي لأنه نحن الناس المتقدمة بالسن مثل ما حكينا بيكون عندهم نقص أكبر من السوائل، فنحن وقت نجي نحقن هاي المادة حتجمع السوائل بشكل أكبر وتعطيني رونق ونضارة أكبر. بس يمكن ما حتاخذ نفس، يعني إذا كان في تجاعيد كتير أو البشرة تعبانة ما حتعطي النتيجة نفسها وقت اللي بيكون حدا بشرته شوي نظيفة أو تجاعيده أخف. هلا إذا عم نحكي نحن هون في فرق شوي، إنه نحن التجاعيد هي ما بتتدخل فيها إبرة النضارة، نحن إبرة النضارة هي فقط عامل وقائي لحتى أنا أخر علامات التقدم بالسن. يعني أنا ما بتعالج لي إذا كان عندي ترهل جلدي أو عندي مثلاً تجاعيد واضحة ضمن الجبهة اللي هي علاجة إما بالبوتوكس أو بالفيلر أو الجراحة أحياناً. نحن عم نعالج، خلينا نقول مو عم نعالج، عم نحقن لحتى بس هو عامل وقائي رونق تماماً فقط لا غير، يعني احنا عم نحسن فقط اشياء بسيطه جدا. هلا كمان لقوا بدراسات حديثه انه احنا وقت نحقن الهيرونيك اسيد مو بس انه عم تجمع السائل، بالعكس هي عم تعطي تحفيز للجلد انه ينتج الكولاجين، والكولاجين هو حيشد شوي البشره، فهي تقريبا احنا عم نعالج الرينكلز بسيط، التجاعيد الخفيفه جدا. طيب خلينا هيك نحكي، كونه عم نحكي، شفتي معنا حكيم كنت موجود بالاستديو، كنا عم نحكي ضمن تقرير بهالتعلم عن أشعة الشمس وقد هي ضارة وتعطي تأثيرات سلبية كان على صحتنا وكان على الجلد، خاصة الجلد يعني. فاليوم كثير من الصبايا بسبب أعمالهم خارج المنزل، يعني مثل نحن بنرجع بالذروة 3 الظهر، يعني بنرجع على البيت بهذا الوقت يعني، والشمس في بشرات فورا بتلقط تصبغات، بصير عندها كلف. اليوم عم تكون إلى دور إبرة النضارة بمعالجة هي التصبغات أو لا خلاص هي عملها ثابت بالرونق وبتأخير تقدم العمر؟ هلأ صراحة إبرة النضارة لا تتعلق بالتصبغات، يعني هلأ نحن في كتير مفاهيم غالطة شوي إنه نحن إبرة النضارة هي بتعالج تصبغات والكلف وبتشد الوجه مثل ما حكينا، لا هذا الشيء غلط تمام. إنما هي فقط عامل وقائي من أشعة الشمس، إني أنا أشعة الشمس حيتسبب لي شوي جفاف في البشرة، فأنا باستخدامي لإبرة النضارة عم بعطي ترطيب دائم لبشرتي تمام. أما إذا عم نحكي عن علاج التصبغات فهي علاجات أخرى، إما بتطبيق كريمات موضعية أو بديرمابين أو باستخدام الفراكشن الليزر وإلى آخره. تمام دكتور، خلينا نتابع نحن وانت والمشاهدين عن بعض النصائح للعناية بالبشرة ونرجع نعلق عليهم مع حضرتك. تمام. Thank you.
يعني تابعنا مجموعة من النصائح دكتور، خلينا نعلق عليه هون اليوم. هلا نحن أكثر نصائح هي بفصل الصيف هي استخدام الواقي الشمسي، كثير ضروري جدا انه نحن نحمي بشرتنا من التعرض المباشر لاشعه الشمس باستخدامنا نحن للواقي الشمسي. في كثير ناس طبيعه عملهم بتتطلب خروجهم للشمس وتعرضهم للشمس اوقات طويله كثير. يفضل كمان تكرار الواقي الشمسي كل ساعتين. الاكثار من شبه السواعد. هلا مرق معنا تقريبا ست نصائح تقشير، خلينا هيك نمشي فيهم. هلا التقشير التقشير الخفيف انا بنصح فيه ضمن فصل الصيف، مو تقشير كثير عميق، لانه التقشير العميق حيصير يعني بشرتنا يعني تصبغات كثير كمان بسبب الشمس يعني. تماما. فدائما النصائح خريف او بدايه الشتاء بتكون افضل يعني. اذا عملنا تقشير عميق شوي ممكن نحن نعمل تقشيرات بسيطه باستخدام كريمات موضعيه. ما كثير بفضل انا نستخدم التقشير العميق ضمن فصل الصيف، لأنه هذا الشيء حيخلي بشرتنا عرضة أكثر للتصبغات. أيضا مرق معنا تقليل من الميك أب، نظارات شمسية، واختيار قبعات مناسبة خلال فترة الدراسة. هذا الشيء هو لصحة الجسم بشكل كامل، أنه نحن ما نتعرض للشمس بشكل مباشر، أنه نحن أكيد نحط طاقية تمام، بالإضافة حماية البشرة. ولكن يعني هلا كميك اب انا يعني ضد شوي بمختلف الفصول يعني. يعني ما انه كثره يعني الميك اب تمام. دكتور خلينا نرجع نحكي عن ابره النضاره يلي هي محور حديثنا لليوم، نوضح يمكن ممكن يكون في مضاعفات او اثار جانبيه في حال استخدم الشخص هذا النوع من العلاج ام لا. هلا اول شيء بدايه خلينا نقول هو ما له علاج. هي فقط نرجع بنكرر انه هي عامل وقائي لبشرتنا تمام. نحن يفضل انه نحن نرجع نحقن، يعني خلينا نقول مثل ما بنحكي انه هو روتين سنوي. يعني انا بحقن بدايه الجلسه الثانيه بعد بشهر، الجلسه الثالثه بعد 6 شهور، وبكرر هاي الجلسه كل 6 اشهر. فانا هون بكون عم بحافظ على بشرتي، يعني انا عم بعمل روتين سنوي حفاظ على بشرتي واعطيها ترطيب بشكل دائم. هلا في كثير افكار كمان مغلوطه انه انا لنفرض استخدمت ابره النضاره لمده 2 سنين بعدين انا قطعتها بشكل فجائي، شو بيصير انا ببشرتي؟ في تخوف كثير من الصبايا. هو صراحه ما في عندي اثر جانبي، يعني مثل خلينا نقربها انه احنا عم ناخذ مالتي فيتامين تمام عند شخص طبيعي، فهي ما له علاج لاي مشكله، ولكن بس انا عم باخذ هذا الشيء لصحه جسمي. صحيح. طيب ما بين الفيلر والبوتوكس وإبرة النضارة خلينا نحكي عن العلاقة بيناتهم. لو بس الصبية حبت تستخدم الثلاث طرق يعني كان وجهها اليوم بحاجة، اليوم يعني مو غلط أبدا اليوم وقت اللي بيكون في مشكلة تجميلية وبحاجة لتدخل طبي أنه الصبية اليوم تروح لها تشتغل وتحافظ على البشرة حلوة. اليوم قدي الفرق لازم أنه تاخذ مده بين كل ابره او ممكن ينعطوا بنفس الجلسه؟ هلا نحن اذا عم نحكي على البوتوكس لعلاج الخطوط التعبيريه تمام، ممكن نحن نحقن هذا الشيء ضمن جلسه ابره النضاره. يعني احنا بتصير عندنا كروتين انه احنا كل 6 شهور نعمل جلسه البوتوكس بالاضافه لجلسه النضاره سوا تمام، فهذا الشيء ما بيتعارض مع بعضه. طيب خلينا نحكي عن نقاط ابره النضاره، وين احنا بنحرف البوتوكس عند العيون والجبين تمام. ابره النضاره وين النقاط الاساسيه؟ هلا النقاط الاساسيه كانت هي من الشركه المصنعه لها انه هي تعتبر كافي 5 نقاط فقط في كل جانب. هي النقاط اللي اخذوها انه نحن اذا يعني حقنا بهدول النقاط هي كافيه لحتى تتوغل الماده وتفوت ضمن خلايا البشره وبتتوزع على كل بشرتنا. في لها اماكن محدده بالوجه؟ انا لهي سؤالي يعني انه البوتوكس معروف، ابره النضاره وين يعني؟ يعني ما خلينا نقول عند خط الفولدس النازوليبيا، بالاضافه تحت العين، بالاضافه عند الجولاين بنقاط اعلى شوي. تمام. دكتور يمكن اكيد نحن قبل ما نلجا لإبرة النضارة رح يكون في عنا إجراءات وقائية سواء قبل ما نعمل الإبرة أو بعد، خلينا نوضح أكثر ونوعي المشاهدين بالموضوع. إذا بنقصد يعني الإجراءات الوقائية لاستخدام إبرة النضارة بتقصدي؟ في حال قبل أو بعد كمان؟ صراحة ما في أي شيء بأي وقت إن كان تمام، بأي عمر فوق ال 25 سنة من الضروري إنه نحن نحقن إبرة النضارة. ما عندي تعليمات سابقة أو تعليمات بعد نهائيا. طيب بعد الإجراء ممكن يصير شوية ندبات أو أي شيء ممكن يظهر بالوجه، كيف ممكن نعالجه؟ ممكن نلجأ لكريمات معينة؟ نعم.
هلا نحن بعد استخدامها لابره النضاره ما حيصير عندي اي شيء، لان نحن حقنا حيكون هو حقن سطحي، والماده تبعتنا هي ماده سائله. تمام، صح انه نحن بتركيز عالي جدا، ولكن هي من النمط مثل ما حكينا هي جزيئاتها غير متماسكه، يعني هي بتمشي مثل كانه سائل نحن عم نحقنه ضمن بشرتنا. طيب دكتور، خلينا نحكي على النتائج اليوم، المده يعني بعد ما يصير عمليه الحقن اليوم قد ايه يعني متوقعه طبيا انه تبلش تظهر مفعول هي الابره اليوم؟ هل في اشخاص ممكن تتاخر يعني بسبب طبيعه جسمهم اليوم؟ نعم. يعني في صبيه بتقول لك انا دكتور ما بين عندي رفيقتي، بين عندها، يعني اليوم طبيعه الجسم قد ايه عم تخدم بهي القصه كمان، او طبيعه الجلد؟ تماما. هلا نحن لحتى نكون يعني واقعيين، تأثير إبرة النظارة هو ما له تأثير سحري. يعني كثير من الناس بتلاقي الصبية إنه جاية أنا عندي مثلا ترهلات، عندي تجاعيد كبيرة، بعمل إبرة النظارة بصير ممتاز، برجع برجع 10 سنين. تمام. 20 دكتور. هلا فكرة هي شائعة أول ما نزلت هيك إنه العودة، يعني هيك كانت السوشيال ميديا تسويقيا، يعني شوي تانية رح نرجع على المدرسة كنا من خلالها يعني. أما هي واقعيا هي تأثيرها تأثير تراكمي. يعني أنا كل ما بحقن إبرة النظارة تمام بالروتين تبعي اللي هي أول مرة لاستخدامي لها، بعد بشهر بحقن الجلسة الثانية، بعدين كل 6 أشهر برجع بحقنها، فهذا الشيء هو تأثير تراكمي. كل ما أنا عملتها كل ما حصل على نتائج أفضل. هلأ نحن خلينا نقول بين قبل الجلسة وبعد الجلسة شو هو الشيء اللي حيصير، ما لها اختلافات كتير كبيرة، إنما هي اختلافات بسيطة جدا. يعني أنا التجاعيد البسيطة كتير ببشرتي حتختلف شوي، حتخف، بالإضافة حأعطي رونق أكثر، نظارة أكثر لبشرتي، ترطيب دائم. هذا هو الشيء اللي نحن عم نحكيه بإبرة النظارة. يمكن بحلقتنا الماضية مع ضيوفنا حكينا عن إبرة البروفايلو، خلينا نوضح اليوم هل هي نفسها إبرة النظارة أم نوع من أنواع إبرة النظارة؟ في فرق بيناتهم؟ هلأ صراحة إبرة البروفايلو وقت نحن عم نحكي هي عبارة عن اسم الشركة المصنعة على إلها. تمام، يعني هي الإبرة شركة إبسا صنعت إبرة البروفايلو، هو الجيل الحديث. مثل ما حكينا هو كان الجيل القديم إني أنا أحقن مادة الهيرونيك أسيد بطبيعتها اللزجة، يعني بتركيز كتير خفيف، لهيك كان عندي ديمومية الهيرونيك أسيد هي ديمومية كتير قليلة لعشرة أيام. هلأ شركة البروفايلو تمام عملت هذا النوع بحيث أنا علي التركيز من الهيرونيك أسيد، بالإضافة تكون هي غير متماسكة، بصير في عندي ديمومية أطول. فهي نحن إذا نحكي على البروفايلو فهي فقط اسم للشركة. تمام. طيب دكتور، يعني حكينا عن بشكل عام عن الفوائد والصحية ونضارة البشرة وعلاقتها اليوم بالفيلر والبوتوكس، وقلنا نحن قدرانين بجلسة واحدة نشتغلها صح. نعم. خلينا نروح لموضوع آخر، أنه اليوم عم تختلف الأسعار بين طبيب وآخر، ودائما بيقولوا لك اليوم في غلاء عالمي وفي فرق بالعملة. اليوم شو هو سبب اختلاف نفس الإبرة بين طبيب وآخر؟ يعني هل اليوم عم يكون يعني أنه عن جد المصدر غير؟ هلا هذا الشيء بيعتمد صراحة، كل طبيب هو بيحط يعني أسعار معينة، يعني بما يتعلق، ما بننكر إنه هي المادة يعني بشكل دائم بغلاء مستمر، يعني نتيجة مثل أي مادة يعني موجودة. تمام. يمكن حكينا وعددنا عن العلاجات الجراحية ويلي منها إبرة النظارة، طب خلينا نحكي عن طبيعية، مستحضرات طبيعية مثلا، كريمات، كيف ممكن احنا نعتني بالبشرة مثلا بعيدا عن الإجراءات الجراحية؟ تمام. هلا نحن بسبب غلاء هذه الماده ممكن نحن نلجا لحلول تنظيفيه اخرى، يلي هي نحن انه بشكل يومي نطبق كريم موضعي مثلا نستخدمه لترطيب البشره، كل فتره والثانيه نعمل تقشيرات خفيفه كمان بالكريمات او بجلسات نسميها جلسات الديرمابين كل فتره والثانيه، بالاضافه الى تناول يعني خلينا نقول السلطات الفواكه، كثير بتعكس بشكل كثير كبير على بشرتنا. بس هي نحن بنرجع بنقول انه مو مثل الإبرة النظارة اكيد، ما بدك حدا يلتزم دكتور اليوم بهدول التعليمات، يعني دائما نحن بنعرف الايجابي من السلبي، وبنعرف انه نحن بحاجه للفيتامين، وبنعرف شو الصح لاجسامنا، ولكن يوم ضغط العمل وانشغالنا دائما يعني بخلينا احيانا تروح وجبه وتنتين من يومنا وما ناخذهم يعني. فاليوم هدول الحلول السريعه الصبايا فورا عم بيروحوا عليها. خلينا بس اسالك على اشخاص اليوم هنون في محاذير
أو ممنوعين من استخدامها. هل اليوم في أمراض جلدية ضمن الوجه تمنع اليوم الدكتور أنه يستخدم هي الإبرة أو لا؟ أكيد طبعاً. أحياناً نحن إذا كان المريض عنده أمراض مزمنة مثل السكري تمام، أو عندي مثلا مريض هو بياخذ مميعات، هذا الشيء ممكن احنا يأثر شوي انه فقط خلال الحقن. يعني انه انا بيصير في عندي كدمات اكثر، بيصير عندي نزف اكثر مثل اي دخول ابره باي مكان بالجسم، فبيصير في عندي نزف. هاي اذا في امراض، اما اذا في شيء بالجلد بطبيعه الجلد هلا احنا صراحه ما في اي شيء، لانه نحن عم نحقن ماده هي موجوده بشكل طبيعي ببشرتنا. يعني احنا كل بشراتنا موجود فيها هي ماده الهيرونيك اسيد، ولكن بتراكيز مخففه، وبتختلف بين شخص والثاني عن طريق انه احنا واحد صغير واحد كبير. لهيك دائما بنشوف احنا الاطفال الصغار بشرتهم كثير حلوه وكثير بتفرق عن الشخص الكبير نتيجه وجود الهيرونيك اسيد فيهم اعلى. تمام. يعني بختام حديثنا معك دكتور، شفنا في انه انواع علاجيه عديده، مفروض كل صبيه تختار الشيء اللي بيناسب نوع بشرتها، بعيدا يمكن كل البعد عن العشوائيه بالاستخدام، تختار المركز الطبي المناسب وايضا الطبيب المختص. بدنا نشكر وجودك معنا لليوم الدكتور جهاد التل، طبيب جراحه تجميليه وترميميه. نورت صباحنا دكتور. اهلا وسهلا. شكرا حكيم لحضورك، واكيد بدنا نقول بالصحه والسلامه لجميع الناس، ودائما هيك روح الأشياء اللي بتخلي خلينا نقول إيجابية، مو بس بحياتنا كمان بأشكالنا. اليوم وقت نوقف على المراية ونشوف شيء حلو أكيد هذا شيء طاقة إيجابية لنا. شكرا شكرا حكيم.